يمكن طول الوقت كده احنا بنتكلم ممكن الرجاله تلبس ايه، ممكن الستات يلبسوا ايه، ودايما بنتكلم في الموضوع ده في المناسبات المختلفه، في فرح، في عزومه، ولكن فكره بقى ان احنا خارجين رايحين نعمل شوبينج هنلبس ايه دي ما بنفكرش فيها خالص، مع ان على فكره ده موضوع مهم جدا بيأزمني انا شخصيا. يعني فكره انك تختار ايه وانت نازل تعمل شوبينج ده مهم عشان تعرف تختار. هو ده اللي انا عارفه، فكره ان انا اختار، انا هعرف انا رايح شوبينج اجيب لبس ايه، انما وانا لابس ايه، لابس ايه وانا رايح. ايوه اجيب طبعا شوبينج. عشان تعرف تعمل شوبينج وانت مرتاح، تعرف تقيس وانت مرتاح، في حاجات كتير ممكن تشتريها وتعجبك وتاخدها في الشنطه وتمشي ايوه وانت مش عارف تقيسها عشان لبسك مش سامح لك انك تدخل ما تقيسها، لسه عجبتك. هقلع كل ده فانت بالعين كده حلوه هاتها معايا. فبتاخدها وبعدين ترجع ترجعها تاني اشتقاش نفايك. في الحقيقه عشان في كده الاول وفي لازم الاخير نعرف. موضوع جديد، واعتقد ان الشوبينج فعلا مهم، وزي ما قالت نهاد محتاج لبس معين ارتاح فيه واعرف اعمل شوبينج براحتي من غير ما يكون في حاجه مضايقاني، وتفاصيل كتيره اعتقد ان احنا نتكلم عنها مع مصممه الازياء هبه عادل اللي هتقول لنا بقى حاجات كتير. صباح الفل منورانا. احنا دايما بره الصندوق. صباح ايوه الفل. أو بره صندوق قوي صراحه، يعني صح؟ انا ايه قاعد بنقول اقول لهم حاجات وبتكلم معاكي جديده. حاجات جديده. صح ايه كده. بقى الموضوع؟ يعني البنات طبعا هم اساسا البنات لا اللي والله ممكن البنات. والولاد، لا ان انت والله مثلا احنا تروح النهارده شوبينج لابس حزام وكلاسيك هو كده كده قمه و16000 قطعتين خلاص لبست وبليزر مثلا وكده وتعمل شوبينج، تقعد بقى تقلع كام بيس عشان تقيس. هو التيشيرت لا مش بس كده، ده في تفاصيل تانية كمان. ايه ده؟ يعني تخش لنا. طيب ده طب ابتدي بقى نبدأ بالولاد. ماشي شفت بقى؟ انا احب التقديم. تحب التقديم؟ صبرني عليك. اول حاجه صباح الفل. صباح الفل. هي موضوع بجد المفروض ان هو سهل وبسيط، وممكن الناس تقول هو ايه اللي بيتكلموا فيه ده، بس الحقيقه ان هو فيه تفاصيل كتير جدا وبجد الناس هتستفاد. دلوقتي حضرتك رايح تعمل شوبينج، تمام، هتلبس مثلا حاجات معقده، هتلاقي نفسك مش رايح مرتاح، مش عارف تنقي البيس المناسبه ليك، رايح تنقي مثلا بدله، المفروض ان انت تلبس تيشيرت سهل وبنطلون سهل من غير ما الأمر دي قالت مفيش حزام مفيش ديتالز كتير، لازم يبقى ألوان كمان فاتحة. ليه بقى؟ لأن البدل 90% و99.9% البدل هي مش مشجرة، هي ألوان سادة، صح؟ دلوقتي انت لو رحت لابس لون يعني برايت أو لون كده غريب فسفارك مثلا، حاجات يجي يقيس البدلة هو مش حاسس ان هي لايقة عليه، مع ان هي ممكن تكون تحفة، بس انت حاسس دايما ان هي فيها حاجة غلط. ممكن يكون نازل لابس مثلا حاجة مشجرة. الموضوع كله ان انت لازم فعلا وانت نازل تبقى عارف انت رايح تشتري ايه وهتلبسه ايه وانت رايح الشوبينج. يعني هبه تقصدي ان مثلا الشباب لو نازلين يلبسوا سويت بانس مع تي شيرت ابيض او اسود بس علشان يقدر يختار البيس المناسب، ولما بقى يروح البيت ما ياخدش الصدمه بقى. أيوة. انا اشتريت ايه. تاني حاجه برضو، لو انت عارف الناس اللي هي بتعمل من زرار طقم دي، لو انت مثلا يعني اي حد من زرار طقم، في ناس تقول ايه انا معايا شوز وعايزه اعمل لها اوتفيت. ايوه هو كده مثلا كده. فدلوقتي لو في شوز مثلا وانت رايح تشتري بدله ممكن ناخدها معانا. ليه بقى؟ لان طبعا احنا عارفين ان كل فت او كل ديزاين بيكون البنطلون غير التاني، صح؟ ممكن بعد ما يختار الحاجه ويدفع فلوس قد كده ويتعب في الشوز يروح يقيسه ويلاقي نفسه مش لايق عليه. هي دي على فكره اسباب ان احنا لما بنروح البيت بنقول ده والله كان حلو هناك، كان حلو في الستور، واتصدمنا في البيت. فبجد موضوع مهم ده بالنسبه للولاد عشان هم سهلين، اسئلتهم سهله، اجاباتهم بتالي خلاص كده ببساطه. خلاص عرفت تعمل ايه، بنطلون التريننج المتين على تي شيرت بيضة او سودا، وتنزل تلف محلاتك كلها تقيس بسهوله، ترجع جايب شنطك تروح على البيت انت مبسوط. بالظبط. وبرده في حاجه واحنا بنقيس بالذات اللبس الفورمال شويه، يعني لما يتقاس اتحركوا بيه، يعني اعملوا ايديكوا كده وكده بجد والله. عشان كنت اعملوا كانكم بتسوقوا. خلاص اوريدي جبتها، خلاص جبتها اوريدي. يعني انا لو مش عارف اتحرك بجد والله، يعني اعملوا بجد يعني حركات، حتى لو انتوا بتسوقوا كل الحاجات الحركات اللي انتوا بتعملوها في الحياه الطبيعيه وانتوا بتقيسوا البدله. وممكن كمان تقعد في المحل بعد ما تختارها، تقعد تشوف وانت قاعد البنطلون انت مرتاح فيه، البدله اصلا انت مرتاح فيها ولا لا، البنطلون طلع قصير طلع طويل، التفاصيل دي بتبقى صغيره قد كده بس هتريحنا ومش هتدخلنا في قصص. ده حلو قوي برده فكره، هم بيتشقلبوا اساسا
فلازم يجرب يعني بجد دي حاجات عشان والله يعني لازم الاي دي اتش دي اللي عند الرجاله وفي كل الهدوم عموما مش شرط البدل، يعني لازم احنا واحنا بنقيس فعلا نتحرك ونبقى مرتاحين في الحاجه اللي احنا لابسينها، مش اللي هو ناخدها وخلاص. تمام. طيب بالنسبه للبنات بقى وانا نازله اعمل شوبينج المفروض ايه ابسط الحاجات اللي اكون لابساها وفي نفس الوقت ما تكونش، انا والله مهما رحت عملت شوبينج برده بستثقل قوي فكره اني ادخل الفيتنج روم واغير واقيس. هو ممكن علشان احنا اي حد بيعمل شوبينج بيكون عنده هدف. انا ممكن عندي حاجات في الدولاب، عندي مثلا بلوزه بس انا ما عنديش بنطلون لايق عليها، اخدها معايا بقى ايوه واروح بجد واروح اشتريها. يبقى انا كده محتاجه اخد الدولاب كله ما تصعبهاش عليا. وفي ناس بتبقى رايحه تعمل شوبينج لمجرد ان انا رايحه اشتري حاجات جديده، فانا مش فارق لا مكمله اللي في الدولاب ولا مكمله اللي اشتريته جديد اللي هو ايه يعني انا في النص دايما. انا كنت بعمل كده بس الحمد لله اتعالجت. ايوه عالجينا بقى كده. وكل برضو البنات اللي بتتفرج علينا دلوقتي عندنا الازمه دي، عندنا نفتح الدولاب عندنا 90% بس ايه بالظبط، يا بتتلبس مره ومش عارفه تقرريها بشكل تاني يا مش كامله ولسه ما لبستيهاش، ولما بتنزلي بتتوهي فبتشتري حاجات تانيه لسه عايزه تكمل ندخل في الدايره تاني. فنعمل ايه؟ بسبب ان انا لو عندي حاجات في دولابي هي مش لايقه على حاجه او مش لاقيه لها حاجه، ما عنديش حاجه لايقه عليها بسيبها واركنها، لا اخدها معايا وانا رايحه اصلا اعمل شوبينج. بس خلينا نقول الاول اصلا هم يلبسوا ايه وهم رايحين. انا لازم البس حاجه مريحه جدا من اول التوب واتيفر بقى كان بلوزه اي حاجه لحد الشوز. أوكي. لازم ابقى حاجه مريحه مش رايحه بكعب. انا بشوف بشوف في مول وعلى فكره ما بيكونوش خارجين بعد كده يعني والله انا بجد هم عايزين يعملوا شوبينج تحسيها ايه يعني رايحه سهره. هي بتدي الهيلز والدريس والميك اب، الميك اب اللي بيطلع معانا في والحزمه والاكسسوارز. لا موضوع طب صعب. انت هتشيلي كل ده امتى عشان تقيسي؟ لا احنا عايزين نلبس وما شاء الله بجد ماشيين بشنط كتير جدا. لا دول بقى على فكره مش بيقيسوا او مش يعني هو دول ممكن يكونوا مثلا يعني عارفين مقاسهم ايه بالظبط بياخدوه على طول، لان في ناس بتنزل تعمل شوبينج لمجرد ان انا رايحه اتعالج وارفه عن نفسي واعمل شوبينج. طب الناس بقى اللي مش عايزه تتعالج، الناس اللي هم الاقتصاديين عادي اللي زينا، الناس اللي عامل شوبينج هو انا مش عارف انا عايز ايه، يعني بدخل المول مثلا او بدخل مكان محلات في محلات كتير فبيبقى محتار المفروض بقى ابدا بايه وايه، في ترتيبه معينه المفروض ترتيبه دي من البيت من البيت. طب ممكن انا عارفه ان انا نازله النهارده هعمل شوبينج، النهارده نازله اختار حاجه ايه اللي عندي ناقص، ايه الاساسيات لو تقدري تقولي لي الاساسيات مثلا في هدوم خلينا اتكلم على الولاد. طبعا كل بص الجينز ده ما بيقدمش ولا بيبطل صيف وشتاء وطالع موضه تاني ما بيقدمش خالص، ومن حاجه واحده فيه بنعمل 100,000 طقم. اوكي بنطلون اسود طبعا الصيف ده طبعا بنطلونات ملونه ودي على فكره بقت اساسيه خلاص لان الالوان هي بيتلبس على الوان كتير من فوق. الفساتين مريحه واساسيه، في هدوم اساسيه كتير بس احنا دايما بنجري ورا الترند. انا عايزه البس ترند عشان البناطيل الكاتنج بقى اللي هي المقطعه دي كانت طالعه جدا جدا، هل موجوده السيزون ده ولا هي دلوقتي؟ لا انا ما شفتش خالص ولا اي حاجه من خطوط الموضه نزلت فيها بطلون الحاجات الاوفر سايز والوايد والليج لا لسه 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 هي شيك اصلا قوي. يعني شيك وبحسها ان هي مش بتقدم الكاتنج لا ولا الاوفر سايز ايا كان بقى. بس فاللي انا عايزه اقوله ان انا دلوقتي انا نازله هعمل شوبينج البس حاجه سهله علشان لما اجي اقيس ما اقعدش بقى البس اكسسوارز طويله واجي البس الاقي الحاجات اتلخبطت في بعض واجي اقلع البس طبقه واحده، يعني ممكن البس بلوزه وبنطلون ما البسش توب وعليه تي شيرت مفتوح، ما البسش طبقات يعني. طيب. مش عايزه اعمل لايرز. طيب هقول لك برده حاجه تانية البنات بتقع فيها. أوكي. لما بتروح تعمل شوبينج وبتبقى حاطه فول ميك اب فبتدخل فيتنج روم تقيس فالطقم بيبقى واو حلو قوي عامله شعرها وعامله ميك اب وعلى سنجة 10 فاي حاجه بتقيسها تحفه، ترجع البيت تغسل وشها تقيس تحس ان لا ايه ده مش حلو اتغير خالص طبعا، لان اصلا الميك اب والاكسسوارز دي مكملات يعني. انا ممكن البس حاجه في البيت شكلي فيها مش حلو عملت ميك اب حطيت اكسسوارز بقت حاجه ثانيه خالص، بس هي مشكله الميك اب كمان الحقيقه مش كده يعني انت قولي ان هي كده كده هتحط ميك اب وهي خارجه لا لكن بس مشكله الميك اب يعني في الشوبينج بقى مش طول الوقت يعني مش طول الوقت. مشكله الميك اب في الشوبينج اولا احنا في الصيف، بما اننا في الصيف اول ما ننزل من البيت انا عارفه ان المول بيبقى مكيف او حاجه بس الميك اب كله بيسيح بيبقى الشكل وحش. في بقى حاجة احنا مش واخدين بالنا منها دلوقتي انا حاطة ميك اب وانا هقيس فانا بأذي الستور او بأذي المكان اللي انا رايحة اصلا
اشتري منه. أيوة. لان الهدوم بتبقى كلها ميك اب. صح، انا لما باجي ادخل اي محل والاقي حاجه فيها ميك اب انا ما باخدهاش. بالظبط كده، فدي حاجه مش حلوه اصلا. وبعدين هي لا مش حلوه ليها يعني، انا من وجهه نظري انا ان انت روحي ناتور، او حتى لو هتروحي حاطه ميك اب حطي ميك اب هادي جدا عشان ما تتفاجئيش انك بعد حرام تغسلي وشك الحاجه مش لايقه عليكي. بالظبط. صح، سوري يعني بس ما اننا بنتكلم على الموضه صراحه، فانا بنتكلم على الستات بقى والبنات وكده. طبعا انت ما فيش ميك اب يا معلم. لا ما فيش اي حاجه. لا انا هكلمك على موضه ثانيه. من غير اصلا غسول. ما هو لسه يعني احنا لسه ما بنحسدش ولا حاجه. لسه المخرج بتاعنا بيقول حلو حلو، هو حتى هو صاحب من النوم تعرفي. أيوة حلو. أيوة. هو صاحب من النوم. يا استاذ فهمي جاي على البدايه. انا ما كنتش عايزاكي تكملي في سؤال الميك اب ده كتير، هتلفتي نظرهم عليه. لا مش الميك اب بقى، انا هكلمك على يمكن دلوقتي المثال اللي فاتت او اعتقد السنه دي. كنت امبارح موجود في احد الاماكن، والناس كتيره جدا البنات بكل اعمارهم من اول 13 سنه لحد فما فوق. الكروب توب. لا الكروب توب ده كله في الشوارع هنا عادي، مش في الساحل. مثلا مش في الساحل. لا كنت في مكان. ايوه كله كله. ده موضه. شوف كنت في الاسبوع اللي فات. ايه علاقته بالموضه؟ او انا ده قديمه فشايف. لا هو طلع في الساحل السنين اللي فاتت فعلا. جابوه من الساحل وجابوه ما اعرفش بقى ايه. هو فعلا الجو حر بس مش للدرجه دي. انا مره كنت هبه بتقول لك هو فعلا الجو حر بس مش لدرجه الكروب توب يعني. انا كنت مره في مكان والله العظيم بدون مبالغه، انا كنت تقريبا الوحيده اللي مش لابسه كروب توب. وفي جروب بنات كان قاعد جنبي جات لهم صاحبتهم. فالبنت يا حبيبتي لابسه توب عادي. البنات كلها ايه ده؟ بتهزري؟ مش حرانه؟ او ماي جاد. والله ده بجد. لا كده بقى يعني ايه الحته دي اللي هتخلي البنت داخل لها اسمعني. طب انتوا بجد كاولاد كشباب بتشوفوا البنات اللي داخلين مثلا كافيه ولا مطعم، هو انتوا كلكم بتبقوا عينيكوا طالعه كده على البنت اللي لا لا مش كله. لا لا على فكره بيحصل. لا لا مش والله بيحصل. انا اسف لكل البنات وكل الستات بس كلهم بقى شبه بعضهم، كله لابس نفس. مش كله يا لو كله بقى. انا ما عدتش بعرف اتعرف مين. وانا مش شفتك قبل كده وهي واحده ثانيه خالص. ايوه ايوه. الميك اب بقى واحد، اللبس بقى واحد، بقى في زي وعي جماعي عند كل البنات كلهم بيعملوا نفس الحاجه. ده اللي احنا قلناه بقى الترند. فاكر الحلقه اللي فاتت لما قلنا احنا بنمشي ورا الترند؟ انا شفت حاجه هي مش لايقه عليا. طب ليه؟ وفعلا تلاقي كله يونيفورم. مش يونيفورم. لا بس يونيفورم الساحل ده ما حصلش بصراحه. صعب. وعلى فكره بقى يعني والله مع احترامي طبعا ربنا خالق كل الناس حلوه، مفيش بنت وحشه، مفيش بنت جسمها وحش، بس لازم اختار المناسب عليا. صح. فبنلاقي هو مش هيليق مع كل البنات. دي حاجه يعني مش عيب. متقبله من بنت صغيره انما ما تقبلوش يعني من والبنات الصغيره. في معلش برضو امهات واباء بيظلموهم لان برضو مش لايق عليهم. فاحنا مش لازم عشان اقلد اصحابي لازم انا يعني اوكي. لا انا شايفه ان اختيار اللبس المناسب للمكان المناسب. ما ينفعش البس لبس مثلا انا عايشه في القاهره ولا في الاسماعيليه ولا واتيفر لبس اكون بصيف بيه او لبس الساحل او الشباب اللي بيلبس شورتات وينزلوا بيها الكافيهات. برضو ارحمونا يا جماعه بليز، والبسوا اللبس في مكانه الصح. لكل مقام مقال. بالظبط يعني الكافيهات يعني ما فضلش الشورت فيك مع نازل الكافيه. كافيه يا حبيبي في الساحل مش في القاهره. خلاص العفو يا استاذ فهمي انت تؤمر والله. لكن الكلام والحديث عن الموضه ما زال مستمر ومستمر مع مصممه الازياء عادل. نورتينا وشرفتينا. انا والله بفرح جدا معاكي. واتمنى نصايحك للموضه تكون وصلت لكل الناس. يا رب. هبه نورتينا. بشكرك جدا جدا. واكيد لينا لقاءات ثانيه كتيره نتكلم فيها اكتر واكتر عن الموضه. كده فقرتنا خلصت بسرعه جدا، ولكن يتبقى موجز اخبار صباح البلد الاخير مع دياب.